إذا مشاهدينا السلام عليكم، كنتواجدوا أمام مسجد دار السعادة. إذا من بعد الحوار اللي شفتوه اللي درناه مع السيدة المتشردة هنا اللي بغات تبقى قرب المسجد صوفيا، وحنا كندردشوا معاها، كان صوفيا كدير الاتصالات ديالها، نبغيو نعرفوا باش خرجتي. أولا أنا كنشوف أنها ماشي كيف ما قلنا قبيلة، أنه المتشردين نوعين. أنا اليوم كنشوفها متشردة في حاجة إلى تدخل فوري وتدخل طبي ومساعدة طبية، لأنها كتشوفها بعض المرات كتدخل وكتخرج في الهضرة، وكانت فايتة شعلات العافية هنا، كانت بعض المرات كتحيد حويجها في الزنقة، عندها اضطراب نفسي. دونك أنا كنشوف أن الحل ديالها هو أنها الولوج ديالها لو سنتر بسيكياتريك ديال طيط مليل. هنا علاش قبيلة قلت أنه هذاك لو سنتر، أنا ما فهمتش المدير ديالو لماذا يتعنت لاستقبال مثل هذه الحالات، مع العلم أن ذاك لو سنتر تابع لوزارة الصحة، ومندوبية وزارة الصحة لا أعلم لما هي في سبات عميقة هي. دونك كنتمنى أن المسؤولين ديال المدينة المحمدية، وهنا أناشد السيد عامل عمالة مديونة، أنه نقدروا نمشيو يكون عندنا معاه لقاء باش أمو يشوف مع ذاك المدير الذي يضرب عرض حائط كل القوانين، كأنه هو الأمير الناهي في ذاك السبيطار، وكأن ذاك السبيطار ديالو لا ينتمي إلى وزارة الصحة. دونك أنا كنتمنى أن هاد الحالة هذه تكون في هذيك البلاصة. اولا غادي نحميوها من راسها، عاد نحميوها من البرد، خاصها تحمي من راسها، لان كيف ما قالوا الجيران ان واحد النهار شعلات العافيه تقدر دير شي كارثه اكثر من انها تشعل العافيه. اذا كيف ما دردشنا معها وشفنا السيده شويه كنشوفوها انها كدوي بعقلها، شويه كتخرج يعني ما تصلحش لها الخيريه، او اولا ما عندناش خيريه، عندنا دار العجزه، ودار العجزة كيف ما كنعرفوا ان عندها شروط للولوج ديالها، مي انا امون افي كنشوف ليطا ديالها خاصها ان سويفي بسيكياتريك، ما خصهاش ان اوتر سويفي، خاصها تنقد بعدا اولا من البرد ويكون عندها ان سويفي بسيكياتريك، لا قدرنا نقدوا الحاله ديالها. داكوغ خاص يكون عندها فريمون ان سويفي بسيكياتريك، راه كيف ما شفنا كتدخل وكتخرج في الهضره وتقدر تشكل خطور على راسها اولا قبل ما تشكلها على الساكنه. دونك كنتمنى ان هاد الحاله هادي تشوف تكون زعما يقوموا فورا بالانقاذ ديالها باش ما تشكلش خطر على راسها اولا. اذا صوفيا شنو المسار ديال هاد الحالات ديال هاد الناس المتشردين واللي عندهم اضطرابات نفسيه، شنو كتشوفي المسار ديالهم في مدينه المحمديه؟ شوف انا كنقول انه راه كانت عندنا واحد الحاله واقيله، راه كان جا ليها كان محمديه بريس اللي نقلنا الحاله ان فات، فاش كنت لحقت عليه، وكان ديبي ديال كورونا فيروس ديال واحد الشاب كان في القصبه، كان يعاني من اضطراب نفسي، وكانوا كيباتوا مع الدراري ديال القصبه وعلى راسهم الاخ يوسف. من بعد مشيت عنده، فاش كنت شفت اللايف ديال خالد، كنت تلاقيت مع خالد بالليل، لو لوندوما واكبنا داك الولد، دينا لوبيتال مولاي عبد الله، جبنا امبولانس، مشكور الاخ العمري اللي نقلنا السيد هو واحد الاخوان ديال القصبه، نقلوا حتى المدينه الجديده. وهنا كنبغي نشكر الاخت عائشه مرتجي اللي كانت بمدينه الجديده، ودخلوا لوبيتال محمد 5 ديال محمد 5 محمد 5 ولا محمد 6 ديال 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 مدينه المركز الطبي ديال مدينه الجديده، وتلقى العلاجات ديالو، لانه هو ينحدر من 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 مدينه من عماله الجديده، وقدروا يعيطوا للعائله ديالو باش يجي عنده. داكوغ دونك اوجوردي كنتمنى ان نفس راه يمكن لك تتبعي هادشي، علاش كنقول انه في هاد الحالات هادو خاص تكون مواكبه، ماشي نجيو نديرو لايف ونمشيو نعسو. دونك مانو غادي نشوفو بوسيبيليتي ان هاد السيده تنقل هذا لوبيتال ديال طيط مليل، لان تماك فين تقدر تلقى العلاج باش اموان نقدوها من راسها اولا ومن بك ثانيا. اذا هذاك هو الملجأ الوحيد اللي خاصها تكون فيه، هذاك هي البلاصه، لان خاصها حيت لوبيتال مولاي عبد الله ما فيهش جناح خاص بالنساء الامراض النفسيه او العقليه، ما كاينش، كاين ديال الرجال. دونك امبوسيبل تدخلي مرا مع الرجال تماك بوحدها، هادي اولا. ثانيا ما عندكش فين غادي ديها دابا في هاد الوقيته هادي. ثالثا ما خاص تدخل المسؤولين، وكيكون واحد
واحد المساطر اللي خصك تبعيها، دونك باش ما نكونوش كنخالفوا القانون، لانه الله يحفظ الا وقعت لها شي حاجه وهي معك انت اللي كتحملي المسؤوليه. دونك يجب على الناس المتخصصه تدخل، كتشوفي مع السيد القائد، نشوفوا مع السيد وكيل جلاله الملك، وكيله جلاله الملك بمدينه المحمديه، باش عطينا اون اوتوريزاسيون باش يمكننا ننقلوها لوبيتال ديال تيت ملي. اذا صوفيا رساله اللي تبغي توجهها للمسؤولين بهذا الخصوص؟ شوف انا كنقول انه شوف جاء الوقت، انا باقي كنقول ان هاد الناس خاصهم ان سنتر داكوي. انا باقي كنشدد على هاد لو سنتر داكوي، وهنا رساله للسيد هشام ايتمنى رئيس جماعه المحمديه، كذلك رئيس مجلس العماله، رئيس الجهه، لان فريمون هاد الموضوع وديك الوزاره التعاون التضامن والتعاون وهذا، لان فريمون هاد الناس هادو في حاجه لينا كاملين، لان كجمعيه اللي ما كتاخذش الدعم راه ما يمكنلكش كل مره تمشي تدقي على الناس، راه سي با بوسيبل، راه امبوسيبل. وي كان معنا السيد العامل السابق مشكور من هذا المنبر، ولكن راه ما يمكنلكش اشاك فوا تمشي عنده، ما يمكنلكش اشاك فوا بون كتقدر تتعاون انت وصحابك وهذا، ولكن هذا ماشي راه الحل، ماشي هو نجمع له، انا كما قلت قبيلات ماشي الحل انني نجمع له نجيب له مانطا ونجيب له تقاشر وسروال وهذا، راه غدا غادي يعاود يخص بعد غدا، هذا الشيء كيكون طويل، والبرد كيكون الشهور ديال البرد غطول من الشهور ديال الصيف. دونك انا كنشوف انه في الان وسورتو انا كنقول انه يجب انقاذ الاطفال اللي قل من 18 سنه، لانه هما كيكونوا عرضه اكثر للاغتصاب، كيكونوا عرضه للضرب، كيكونوا عرضه بزاف ديال الحوايج. دونك كيف ما دوك الاطفال اللي كنا الشباب اللي كنا نقدناهم من قل من 18 سنه اللي مشى لو سونتر دو ديزانتوكسيكاسيون في كازابلانكا اللي كان كيتعاطى المخدرات وهذا، اللي بدا كيتشافى بداو كيتشافوا ورجعوا عند 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 والديهم وهذا. دونك انا كنتمنى انه يكون ان سويفي، وكذلك تحرك المسؤولين داخل جماعه المحمديه او عماله المحمديه باش نديروا ان سنتر لهاد المتشردين هادو. اذا نتمنوا الرساله ديال الفعاليه الجمعويه صوفيا يكونوا لها اذان صاغيه وتوصل. كنشكركم مشاهدينا على حسن المتابعه، ونتلاقاو ان شاء الله في لايف اخر.